هذا الغلو يسري على واقعنا في هذا اليوم. تجد أن الغلو موجود في البلدان الإسلامية، في الصالحين، في الأولياء، وفي بعض الصحابة، وهذا هو الغلو بعينه الذي أفضى، كما قال ابن القيم رحمه الله، أفضى بأرباب الغلو إلى الشرك بالله عز وجل. فإنهم قالوا إن هؤلاء الصالحين لهم مكانة وفضل عند الله عز وجل لعبادتهم، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بهم، فأوصلهم هذا الغلو إلى أن تقربوا إليهم وذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم. ثم أصبح هذا الأمر كما قال رحمه الله أصبح حكما فصلا بين أهل الباطل وأهل الحق، فإن أهل الحق إذا نبهوا وحذروا ناصب أهل الباطل لأهل الحق العداء، إذ قالوا كيف تنتقصون من قدر هؤلاء، كيف تنزلون من مراتبهم. ولذا ما جرت الفتن في عهد شيخ الإسلام رحمه الله وما بعده إلا بسبب هذا الأمر الذي هو الغلو، بل إنه لبس على عوام الناس، مثل ما يظن مثلا في مصر بأحمد البدوي، يظنون أنه يعلم الغيب وأنه يعرف ماذا تضمر، وهذا الرجل لا يعرف له فضل في الإسلام، وإنما من باب الصيت والتلبيس على عوام الناس ظن أنه من الصالحين، ولا يعرف له إلا أنه دخل مسجدا ذات يوم في يوم جمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي، فأي فضل وأي منزلة لهذا الرجل. وكما يفعل بقبر عبد القادر الجيلاني في العراق، فإن هذا الرجل من علماء متأخر الحنابلة، ليس من متقدمهم، وهناك من سبقه ومن جاء بعده أكثر منه علما وأكثر منه عبادة، ومع ذلك لم يتخذ قبره كما اتخذ قبر هذا العالم. وسبب هذا الغلو الذي نشأ في هذا الرجل. وهذا الرجل تحدث عنه الذهبي في سير إعلام النبلاء، قال وعبد القادر الجيلاني له شأن كبير، لكن عليه أو عنده مزاعم ودعاوي يدعي أن هناك كرامات عجيبة تحصل له، والله الموعد، وكثير منها مكذوب عليه. هذا كلام الذهبي رحمه الله في عبد القادر الجيلاني.